الله شو عشقه، صار السيارات اكثر من البشر. الله يطعمنا شي وحده ولو نمر الجيش. ويطعمنا شي سندويشي، بيتي من جوعي لساتني على حم بطني. عن جد؟ ايه. يلا هون في بياع فلافل، هلا باخذك على اللي بيعمل فلافل مرتب كثير. فلافل؟ ابدا فلافل. اقل منها تاكلي فلافل يا مزور. حجي على بالي اسس شي حزب، شعاره الوحيد تسقط الفلافل. حرام عليك، هذا حزب مو جماهيري، هذا كل حزب ضد الفلافل هو حزب ضد الناس. رجوعاني انا. ليك ليك العشقة، هي كلها هالفلافل؟ شو هاد؟ شوفي، يمكن شي حفلة عرس. لا ملهئة، أبيطلع لنا قرص. تعال تعال. لقد بدأت رحلة العودة إلى حيث كانت في الماضي للانطلاق للمستقبل، ونحن في مشارف القرن 21 سنحاول فتح الطريق لدولة تليق وإعادة بناء مجمل ما كان من حقائق كاملة وغير كاملة، لاحقة وغير لاحقة. عفوا بالله، شوفي هون مرشح للبرلمان. ذلك من مضامين عناوين. أما في مجال السياسة الدولية سنحاول بكل الوسائل التضامن مع كل المتضامنين، وسنحتج مع كل المحتجين على كل ما يصيب بعض الدول في بعض القارات، طائلة وغير طائلة، مستمرة وغير مستمرة، مجهزة وغير مجهزة. لها صناديق اقتراع. شفيق ماشي، شي بيضيق الخلق، مو شاطرين غير بالحكي. معلش معلش، خليني اسمع شوي. لها اوراق. شو رح يطعمينا خبز يعني؟ لا، كان عنده مشكلة خبز، كان حكى مات والله. غير مرتبطة. نعم، سنحاول جاهدين تأمين الخطوات لتكتمل بالخطوة الكبرى. شو هي الخطوة الكبرى؟ على جملة أساسية. ليش في خطوة أكبر من خطوة السكن؟ منشأة كل عمرنا ولا منقدر نحصل نصف متر نسكن فيه؟ كل شقة حقها هذيك الحسبة. اي والله معك حق، انا بعرف عيال يا رجل ساكنين 4-5 عيال بشقه واحده، شبابها مو قادرين يستقلوا ويطلعوا عن اهاليهم، وفوق ازمه شغل، ما حدا عم بيلاقي شغل، وفوق فواتير وضرائب. وينك؟ انا عندي فاتوره كهرباء، كيف بدي ادفعها؟ حلها لشوف. فوقها بدهم يطلعونا من البيت لانه امعنا الاجراء، حلها تشوف. وسنبقى نعمل معا بتلك العزيمه، راغبين وغير راغبين، راجعين وغير راجعين، مستفيدين وغير مستفيدين، صابرين وغير صابرين. عدوا معي بالله، عدوا معي. شباب مخلصة جامعات مو ملاقي شغل، وشباب مو مخلصة جامعات من فقرة كمان مو ملاقي شغل. جزء يا سيدي الشفارية تبعت المكاري والتكاسي، نصهم صار أكاديميين وخريجين ونص شغلهم ضرائب. الدكاكين الصغيرة بتدفع ضرائب أكثر من الدكاكين الكبيرة بمرة ونص. ليش؟ لأن الفقرة وما في من يدعمهم ومو قادرين يدبروها. صح، هاي الشغلات اللي بدها حل، مو هالحكي الفاضي اللي ما أنا ما نفهم منه شيء. على أنفسنا سنرفع صوتنا عاليا، كاملين وغير كاملين. إيه؟ على شو؟ ولك على شو؟ على شو؟ على شو؟ إذا الواحد منا لما يمرض صار يخاف يروح على الطبيب لحتى ما يستاولوا فاتورة يمرضوا أكثر ماله مرضان. ولك صار عنا مرض اسمه الخوف من الدفع. ولكن لأنه وين راح الواحد بده يدفع؟ يخاف بكره يصير ندفع على الهوى من نفسه. إنه جزء من المقولة التي تحاول تغذية الغايات. ولك يا عمي على شو شايفين حالكم عم ناس؟ معتبرين حالكم فوقنا كلياتنا؟ نحن ما بنفهم يعني؟ لا سيدي بنفهم، وبنفهم أكثر منكم. إذا بدكم تعملوا تدشيل لعمود حاجة الإنسان بتصرفوا على حفلة كل ذلك قد حق 10 عواميل. رغبة منا إلى كل وعد الوعد. لك الشغلة ما بدها، ما بدها الشغلة كلها قد يعني؟ سيرفع صوتنا عاليا. لك المشكلة نعمل لها خطاب طويل عريض ونقعد ننظر ونعقد العالم، ما بدها شغلة بالشارع جورة منجيب ورشة وبنردمها وخلاص. شو اسم رشحتوا لاختي؟ شفيق. إلا انبع البحصة يعني؟ انبع البحصة. انبع البحصة يا شفيق، انبع البحصة يا شفيق، انبع البحصة يا شفيق، انبع البحصة يا شفيق. حبيبكم مين؟ شفيق. حبيبكم مين؟ شفيق. حبيبكم مين؟ شفيق. حبيبكم مين؟ شفيق. محاولات ليبعدونا عن المسرح السياسي، بيكونوا غلطانين لأنه مهمتنا ترتكز بالأساس إلى محاولة تطبيق هذه الهيكلية وجعلها تعمل بشكل فعال
بغية. هو متواضع وقاعد يحب يعمل دعايه لحاله. ما بيصير، لازم الناس تعرف. اذا الناس حابه تعرف كلها تعمل هيك، تحط ايد على قلبها وقلبها بيدلع. وحبكم يا شافي، حبكم يا شافي، شافي 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 شافي. يعطيكم العافيه يا جماعه، الله يخليكم وشكرا كثير لكم. الله معكم، الله يكون معكم. يعطيكم العافيه. خير جيراننا، شوفي شوفي. شو هالماركه هاي؟ طبعه جديده ونازله على السوق. حقيني لقلي مستقبلي. لكن ما طلع لورا، شوف الناس عم تهتف اجي لموت من الضحك. يعني لو مخططين للقصة هي تخطيط ما بتزبط هيك. راح اعمل لك كاسة متي. ايه دخيل الله، وينك نزور؟ سويها طنجرة يا ما وينك فرد مرة، يا فرشين لها بالمطبخ يا جيب الغاز على اوضه النوم. وش حراري لك توي بالك مو هيك؟ لا هيك وبدي اعرف كل شيء. يعني ما بصير تعرفين اللي بلقتها؟ لك بالحزن ما حكوا، شو اعمل انا؟ بتلاقي طريقه ثانيه نكشفهم فيها، وانا اذا الله ما كذبني شغلته مو بعيده عن السياسه. مشان هيك بدهم قتلوا فرقه كمان. لك استني شوي، احتمال مو هن عم يشتغلوا بالسياسه، احتمال السياسه عم تشتغل فيهم. ما بعرف، انا بدي استطلاع وتقارير وشمشمه اخبار ومعلومات. خلال 24 ساعه تكون جاهزه على مكتبي. انت مع مين عم تحكي؟ ما في عناصر؟ شوفي حبيبي ولا ربينا. شو لوين بتنشط عبكي؟ يلا البسي بسرعة، عازمك على فلافل. هلق عجبتك الفلافي ولا الرجعة بعد الفلافل؟ لك شوفي ورانا، هاي هي شغل ما عم نلاقي. دخيلك نتسلى. هلق اطلع على كتاف العالم صارت تسلالي. الله يستر من اخرتها. هلا شو قررتي؟ أبعرف، يعني هي بيني وبينك تسلقي كيسي ما بشي. وبدكن مين؟ وبدكن مين؟ عتلمك هيك إذا ما في حدا؟ شو أعمل يعني؟ حط كرسي وقعد جنب الباب. طيب شو استفدنا إذا هن راحوا؟ إيمان بصراحة رفيت عيني. شفتي كيف إنه مو خرج تستلمي مهمة مخابراتية؟ شو بدي أعمل؟ طول الليل وأنا سهرانة وعم فكر، ولولا شوي كنت اتخانقت انا وكمال. بعدين دعي نقلك، ليش مو حضرتك راقبتيهم من فوق؟ ما صحيت، انا مثلك كنت طول الليل عم افكر. وعلى صعيد عملي بتضيع.
ولا طلب بيتأخر، ولا تلميذ بيطلع فاشل، ولا كهربا بتنقطع، ولا قسط المي بينفلع، ولا حدا بينخدع، ولا مسؤول بينتفع، ولا بلاطة رصيف بتنقبع، ولا بناية بتنشلع من شرشها شلع. سامعين؟ هذا الحكي اللي لازم ينحكى، هذا الحكي اللي بفيدنا واللي لازم نسمعه وبس. لك شو دخلنا نحن بالاستنباط والاستقراء ومقولات الارتباط وشو بيعرفنا؟ اي والله العظيم اني ما افهم شيء، هي اسئله الامتحان اسهل. يا جماعه شغله ما بدها باينه، شويه وجدان بس. وينك؟ وجدان مع ابواب مسكره ومرافقات وسيارات ما بيمشي الحال ابدا. الوجدان مظبوط. وحبيب كان مين؟ شافي. مين بس كان مين؟ شافي. شكرا لكم ونشوفكم بخير ان شاء الله. ونحن بنوعدكم انه نضل معكم والكم، وكل ما احتجتونا رح تلاقونا جنبكم. الله معكم. شفتي ان الشغله مو شلون ما كان؟ ما بنسكت عليها ولا بتنهضم، بس شو بدنا نعمل؟ بدي ينبشى لو من تحت الارض، وبعد ما بنبشى بعرف شو بدي اعمل. العمى بدي اياك تنبش لي كل شيء عنه وتفهم لي مين اللي عم يدعمه بالانتخابات. انا ما بعرف، انت اللي لازم تعرف وتخبرني. لا 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 لا، الشغله اكبر من هيك بكتير. انا بدي تابع حملتي بشكل طبيعي، بس هذا إذا ضلوا هيك رح يعرقلني. طيب طيب، عم بستنى منك مكالمة. مع السلامة. يا بالله ما حسنت، لكن أنت جي محمول على الكتاف وأنا أجي مشي، هاي ما حسنتها. كيف يعني؟ هاي طلعتي خطاب سميدعي، كل الناس فكروكي حزبية. ولأني تركت خطاب سميدعي كان لازم أجي على الكتاف محمولي مثلي مثلك، ويقولوا شمرة بدنا نظيرة بدنا نظيرة. لك نظيرة؟ أنا ما عندي نسوان تنحمل على كتاف. ها؟ أي ليه؟ بتغار علي ابن عمي؟ لك عيني نطك مكياسك عيني أنت وغيرتك. صحيح صحيح، شو بدي أقول لك؟ شفت لي اليوم سميرة وإيمان إيش قد انغازوا لما شافونا؟ بالله كان شكلي بطقطق من الضحك. لك أنا وين وأنت وين يا نظيرة؟ أنا عم فكر بالناس كيف تحمل واحد على كتافها وبتقعد تهتف له طول الوقت. لا، وبلحظة بتلتفت تحمل واحد تاني على كتافها وترجع بتهتف له. غريبة، قصدي غريبة، بس شغلة حلوة، شغلة حلوة كتير. شو رأيك ننزل نعملها مرة تانية؟ ها؟ لا شفيق، لا دخن دق لهون وبس، رو دور على شغل أحسن لك. وبرك التقى شي متعهد الانتخابات يا نظيرة بشغلنا معه. لك بنعملها شغلتنا. لك كنا بنعملها شغلتنا لو قلنا بالطعمي خبز. هن مرشحين حالين ومزبطين مستقبلين، اما نحن شو؟ لا خلص منروح. لا منروح. 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 نظيرة. شفيق. يا الله منك يا شفيق، ابقى بدي كمل. معلش بس دورة صغيرة حبيبتي، باركي لقينا حدا هون ولا هون؟ لك دورتي نص الشام. طعميتك شاورما مو فلافل. ايه وخلاص هضمتها وخلاص، بدك تضل تمنيني فيها، جريات تتكسروا من المشي. خلص معلش، هلا نطلع من هون على الشارع الرئيسي بناخذ سيرفيس بمشي الحال. بمشي الحال. يمشي بس احملنا. احملنا. امشي سميرة، رجلي وجعوني كثير، امشي نرجع. يا قص بدي ضل ورا هون
لو كان زحف بس لأعرف وين عم بيروحوا. لك هذا إذا ما كانوا كشفونا وعم يتمقطعوا فينا. ما كشفونا، لو كشفونا كانوا رجعوا. أنت بتعرفي نظيرة، وخصوصا بتشغل عيونها مثل أنتين التلفزيون. بالله شو، إذا كانت هي أنتين أنا ستلايت ديجيتال بحاله. الشارع قدامك، إذا بدك خدي سيرفيس أنت وسبقيني على البيت، أنا شخصياً بدي أرجع على الكتاف. لا لا خلاص، اتنشطت ومشي الحال، لأنه أنا كمان بدي أحكي كلمة قدام الجماهير الغفيرة، مشان ما يطلع مشواري ببلاش. ماشي موافق، بس بتحكي مثل ما أنا بحكي، مو تخبصي مثل عادتك. شو قصدك؟ لا لا سلامتك سلامتك. الله يسلمك. يلا تعالي. مشي. أيتها الأخوات، إلى اللقاء والسلام عليكم. هذا هو يا جمال، هذا هو لم لمع شعراته ولا واقف جنب حراسه، واقف جنبي وجنبكم وعايش معي ومعكم، وبيحب يحكي كثير لأنه بيحب يشتغل كثير، والله معكم. على شو اتفقنا؟ أنا بتصل فيكم هلأ، لا تعملوا ولا حركة. ماشي ولا يهمك. سميرة، مو كان بدنا نروح أنا وياكي على السوق؟ أيوة مزبوط هذا الحكي. أستاذ شو رأيك توصلنا على سوق الحميدية وترجع تاخذنا بعد شي ساعتين ثلاثة؟ شو قالوا لك أنا بشتغل شوفير عندكم؟ مين قال شوفير؟ مو صار بيننا وبينك تنسيق سياسي عالي المستوى؟ تنسيق؟ تنسيق شو؟ تكتيكي استراتيجي. ايه 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 بعدين منشوف. اخ يا جرياتي، اخ يا امي، اخ استويت. بس تعرف انا في شيء مو عاجبني. شو هو؟ سميرة وإيمان مدحشوا مناخيرين مثل عادتين وطلعوا قدام البناية. ايه انا لو كن محلهم ما بطلع. ها اخ ليش بقى؟ يعني ما بتعرفي ليش؟ وأنا إذا ما طلعوا أبدي أطلع معك. أوف! ليش أنت طالع معي مشانهم؟ ولك لا مو منشاني، بس كمان إذا ما طلعوا أكيد أكيد بيكون في شيء ما ينطبخ وأنا لازم أعرفه. هات إيدك. قوم يا رب. أنا طالع بمهمة وطنية وأنت عم تفكري لي بالجيران ولا؟ شو 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 قلت حبيب قلبي، مهمة شو؟ قلت لحالي لا تكون كذبت الكذبة وصدقتها. لك لا بس يعني هالناس عجيبة لك نظيرة، يعني دعم يدب فيها الحماس. لك أنا خوفي الكبير إنه بكرة يقوم يدق فيها الحماس وتبعت لك دورية تدق فيك ويدوروك اقسام البلد قسم قسم. لا ما الشغلة فيها دوريات؟ لا فيها دوريات ولا فيها قانون ولا في حكومة ولا في شيء، لأنه شغلي فلتاني سايبة. بدها تخوفيني أنت؟ خفت ولي. مين بتتوقع يكون في وراهن؟ اخ يا راسي اخ، دخيلكم راسي رح ينفجر. ولك يخرب بيتها وبيت بيتها، ولك الباب بوش الباب، ما تقول لنا جوزة مرشح حالة للانتخابات. لك والاغرب من هيك، ولا مرة قالت انه جوزة بيشتغل بالسياسة. لك اخ يا ايمان، اخ يا راسي، هلا انت لانت بدك تضلي عم تتوجعي؟ انت شو لك علاقة؟ انا بدي ضل اتوجع من اليوم لبكرة اخت مرأي شي؟ ما لك علاقة. لك مزبوط انا مالي علاقة، توجعي ما بدك. لك ها 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 ما دخلني، بس مشان الحساب ما بدك تعطيني من المصاري اللي اعطاك اياهم الاستاذ انوار؟ اخ لمع راسي علي ايمان. من وين طلعنا هاد؟
خطف المؤيدين من قدامي مثل المغناطيس، مع انه لي يومين عم بجهز خطابي وراجعته اكثر من 20 مره. اذا انت راجعت خطابك 20 مره، انا راجعته 100 مره، ولي شهرين محضره مو يومين، وحضرته باربع خمس جمل قال هون خربط لي كل الحفل. اخي هذا الحكي ما بينفع، خلينا ننسق جهودنا لنعرف شو فيه. انا اللي علي راح اعمل اتصالاتي. بتذكر شو اسمه؟ ايه اسمه شفيق. خير؟ شو الشغله الملحه اللي خلتك مصر تشوفني؟ والله قلت لحالي يعني ممكن اعمل تنسيق بيني وبينك. تنسيق؟ من اي ناحيه؟ يعني منظبط لنا شي قائمه ومنعرضها على الناس. ومن ايمتى كان في بيننا وبينكم برنامج مشترك لنطرح قائمه مشتركه؟ مو مشكله منعمله. برايكم ما في مشكله، بس براينا في مشكله. هلا انت هذا التفكير اللي براسك ما راح تبعد عنه ابدا؟ لا يا استاذ محمود، الدنيا تغيرت وصار إلها ألف طعم وألف لون. تحرروا تحركوا يا أخي، استفيدوا من تجاربنا. ونحن هيك عم نقول، بركي أنتوا تستفيدوا. طيب طيب مثل ما بدك، بس هذا المرشح اللي بعتين لي إياه بعدوه عن طريقي. أي مرشح؟ أي مرشح؟ هذا اللي اسمه شفيق. أصحكت اللي ما بعرفه، لأنه النغمة اللي عم يعزف عليها مطابقة جدا للنغمة اللي انتو عم تعزفوا عليها. نحن ما بنبعت مرشحين لعند حدا، وانت بتعرف هالشي. وينك؟ ساتر قاعد. قوم يلا جهزت حالي يلا. والله انا غيرت رأيي. نحن والناس مبقينا حكي يا نظيرة، ما في حكي ما حكينا، منين نجيب له حكي جديد؟ غريبة، علمي الحكي بفقس معك تفقيس، مثل قولة يا ليل يا عين عند المطربين. غلطانة يا نظيرة غلطانة، أنا كل عمري بحكي بالمختصر المفيد، وأصلاً هذا سر الشعبية اللي عندي من المختصر المفيد. شعبية؟ لك ما شفت الجماهير الغفيرة؟ لو ما كانت مبقوقة من الخطابات اللي مثل مسائل الرياضيات والكيمياء والفيزياء ما كانت هدفت للمختصر المفيد تبعي بهتاف عالي الجودة. كل العرب هتاف عالي الجودة، مو بس مع حضرتك. بعدين هاي الغفيرة لما تحكي عنها ما تغفرنت وتجمعت إلا بسبب الحماس اللي أنا كنت ولعه. لا نظيرة، المختصر المفيد تبعي هو اللي كان يولع الحماس. لا أنا اللي كنت ولع الحماس. نظيرة خليكي شفافة وديمقراطية واعترفي لحالك. شفيق خليك شفاف وديمقراطي واعترف لحالك. قلك انا لهلا عم بحكي معك بمنتهى الديمقراطيه. شوف لك قلك، وانا لهلا بحكي معك بنهايه الديمقراطيه. نهايه الديمقراطيه؟ ايه، واذا ما اعترفت انت بدور الديمقراطي والحماسه مع الغفيره في طرق ثانيه بخليك تعترف فيها. شوفي لا تحاولي، انا بحياتي ما حكيت تحت التهديد. ها طيب يا شفيق، انا بس بدي حقوقي، بدي ثياب جديده وبيت جديد وسياره جديده وبناتين جديد. خلص 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 خلص، اصلا الجماهير الغفيره كانت قاعده ببيوتها لولاكي انت الحماس والهتاف كله. شبنا وانا ما اقول انه ثيابي مناح وبكفوني ابدي غيرين. خلاص رجع الديمقراطيه. تعال نرجع سوا ثاني. نحن اليوم مجتمعين على اختلاف ارائنا ومواقفنا لحتى نناقش هالخطر الجديد يلي وحدنا. من وهاد ومين وراه؟ انا بتوقع ان يكون هاي الشغله وراها اكثر من مرشح، واحتمال كبير يكون في تكتل عم بينسق ضدنا، لانه هي القدره على سحب المؤيدين ما هي سهله ابدا الا اذا كان في وراها دراسه، ودراسه كبيره كثير. طيب يا ابو يارا، مين له مصلحه بمحاربتي؟ كتار كتار يا ابو علاء، ولا تنسى لا تنسى انك محسود على النجاح، ومحسود اكثر على الجاه اللي عم تستلمها بعد ما بتنجح. خير؟ اهلين استاذ انور. اهلين زميل. اهلين زميل انور، تفضل. يا سيدي اللي صار معك صار معي بنفس الطريقة؟ بنفس الطريقة. لك هذا مين وراه لحتى يلعب اللعبة معي ومعك؟ ومعه شرف، هذا ثالث ضحية، لك هذا قضى عليه بالمرة. خلاص أنا ما عاد عندي طموح أبدا،
تخربط كل تخطيطي. ليش رجع للمرة الثالثة لعندك؟ لا بس الناس بمنطقتي صارت تحكي لبعض، وين ما بمشي ما بشوف إلا العيون عم تغمز والضحكات عم تعلق. اتصور اتصور يا زميل أنور، يعني حتى على اللقاءات الشعبية ما عاد اجى حدا. مثل ما صار معي بالحرف الواحد، مع زيادة إنه بمنطقتي صاروا يلطشوا حكي ويقولوا علنا طبختكم حمضت، بدنا نغير طعم التمنة. ألو، إيه شو هالحكي؟ من وزارة كمان؟ طيب طيب طيب، يعطيك العافية. خير؟ ما لقوا لا مرشح بهالاسم. ما معقول. أنا تأكدت وقالوا لي إنه مرشح حاله. قلبوا الوزارة كلها ما لقوا طلب باسمه. يا أخي أنا اشتريت عملاء كتير قراب منه وقالوا لي إنه مرشح حاله بقائمة سرية. سرية؟ شو يعني؟ معقول يكون الدولة ليد بالموضوع لحتى تحطنا على جنب؟ والله ما بعرف، شغلة بتحط العقل بالكف. إذا الوزارة ما اعترفت بطلبه وهو عم يمارس نشاطه الانتخابي، هذا شو معناته؟ معناته إنه الدولة رايدة تقلنا طلعوا تقاعد بس ما بدها إياها تجي عن طريقها، وبهيك بيكون ضربة الدولة عصفورين بحجر. أولاً بتسقطنا إلنا جماهيرياً، ثانياً بتضربن منية إلهم. يعني راحت أيامنا. هلأ المعلومات اللي عم تعطوني إياها صحيحة ولا مو صحيحة؟ لا هي ما حلوة منك. ها أنا ما عاد قصدي، بس المعلومات اللي عم تجيني غير المعلومات اللي عم تعطوني إياها أنتو. كذابي، أنا مستعدة إلك قديش عندهم كاسات شاي وقديش عندهم فنجين قهوة وقديش مرته بتشرب متى. بقى تخيل نحن بنعرف لهالدرجة هي، معقولة ما نعرف الشغلات التانية؟ عنده قائمة نازل فيها؟ قائمتين عنده. أيوة، وبرنامجه عرفتوا شي عنه؟ أنا اللي بعرفه برنامجه مفتوح ومثل ما عم يقول على الهوى مباشرة. يعني قضايا الساعة؟ هو يمكن الدقيقة مو الساعة. أيوة، هذا معناته أنه مرتبط لحتى يكون عنده هيك معلومات. مرتبط وبس؟ ايه مرتبط ومكتر من لما اجى على البناية وهو مرتبط بنظيرة. نظيرة؟ مين هاي نظيرة؟ مرته. أيوة، هلأ فهمت. مو بس هو مرتبط، مرته كمان مرتبطة. يو، معقول تكون مو مرتبطة وهي عايشة معه ببيت واحد؟ يعني انتو تتوقعوا نجاحه؟ يو كتير، وبجوز من غير انتخابات كمان. يعني انتو ممكن تحسنوا علاقتكم معهم أكثر من هيك؟ ايه ممكن، بس يعني بصراحة الشغلة بدها وقت وتعب، يعني بس يعني ممكن. تعب؟ تعب من أي ناحية؟ يعني عزايم وهدايا شغلات يعني هيك ما لها قيمة بس يعني إلى أثرة. أيوة أيوة أيوة، إذا كان من جهة الفلوس لا تاكلوا هم أبدا، كل شيء بتتكلفوا رح بعطيكم يا دوبل. معناتها ما في مشكلة، اعتبر اللي بدك يا صار. عظيم، أنا بدي منكم شغلة صغيرة بس، تحسنوا لي صورتي قدامه وتزبطوا لي شي موعد معه لحتى نقعد أنا وياه ونحكي على الانفراد. منين جايب هالسكاكر؟ بالسوق بتلاقي منه. أعطينا شوي بين ما نلاقي بالسوق. إمتى بتردوا لي خبر؟ لحتى نظبط الموضوع، أعطيني أنا كمان عينة لحتى أسأل عنها بالسوق. خذوه كله وخلصوني، بس هذا الموضوع بدي إياه بسرعة لأنه ما معنا وقت أبدا. بدك توعدني تنزل معي بقائمة واحدة يا أخي. خلاص أكيد ولا يهمك. أنا أبو علاء. أبو علاء ما هيك؟ أبو علاء أبو علاء أبو علاء أبو علاء أبو علاء. عم انتظر منك جوابها. أكيد طبعاً. أهلين 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 بربك. أهلين. أنا معك. شو يعني؟ نظيرة؟ لا تعيلي. لا بتنتين. لك هي؟ بس ليش؟ لك قضينا عمرنا عم نحاول ندور على الشغل هون وهون ما عم نلاقي. هلا الشغل والمصاري لحقتنا لهون على البيت. شحالي أنا؟ طيب شو بدك تعمل؟ الرجال مفكرك مرشح حالك. هلا
لا 100 سهم، كل سهم 5000، 500000، 500000. شفيق جاوبني. خليني اعرف احسب بس شوي. جاوبني الاول. ولك ها خليني اعرف شوي. يعني ليش نحن مسكرين بابنا بخلقتي؟ خلقتك اللي مسكرة بابنا، تفضلي. يحرق حريشك، شو ظريفة صاحبة نكتك. مرحبا شفيق. أهلين. تفضلي. أهلا وسهلا. شبكم؟ شايفتكم مو على بعضكم؟ زعلين شي؟ ليكون زيارتي تقيلة. أعوذ بالله من الحكي، معقولة يعني؟ معقولة يكون متزعلين؟ نحن منا متزعلين، نحن على بعضنا كثير. بس عم بتساءل بيني وبين حالي، يعني ليش ما خبرتوني مشان موضوع الانتخابات؟ انتو بتعرفوا قديش انا بعزكم يعني، وقديش ممكن جيب لكم ناس مشان ينتخبوا. اي انتخابات؟ لا مو علي، هي منوب يا نزور. بدك تسمحي لي، يعني ما عاد في داعي تتجاهلي الموضوع لانه المعلومات صارت عندي. مرحبا نظيرة. لقيت الباب على سميرة، ما لقيتها بالبيت. قلت لحالي بتكون عندكم. ذكية، طول عمرك ذكية. فوتي حاجة تلفي وتدوري، فوتي يا عيني. تفضلي. مرحبا شفيق. أهلا. نحكي قدام إيمان ولا نأجل الموضوع لبعدين؟ اسم الله عليكي مزكاكي، أنت التانية وشو صاحبة سر. بحكي قدام إيمان ولا منأجل الموضوع؟ بقي هالجواهر بقي. ليش شوفي؟ ما بتعرفي شوفي؟ خذوا راحتكن، أنا فايت لجوا. بس الموضوع بخصك. خصني لي؟ إيه؟ معناتها أحكي بدون مقدمات وبدون لف ودوران. أصلاً ما في داعي للف ودوران. شرف أستاذ شفيق. الموضوع أولاً وأخيراً موضوع مصالح. يعني السياسة كلها على بعضها مصالح. نعم. سكاكر؟ خذ كمان. شوف، إذا نجحنا سوا أتأكد أني ما راح أخليك تندم أبداً. أنا عادة بستلم أهم اللجان وبعرف المداخلات، وبقية اللجان كمان إلي يد فيها. نعم. بقى مشان هيك حابب أعرف شو رأيك. نعم. شوف، يعني كل شيء شو من كان الأشي، لما نحن بنحاول نتأكد إنه ما في شيء بدون شيء، يعني أي شيء بيكون شيء بالبداية بيصير شيء بالنهاية. هلا نحن لما بدنا نجي للموضوع بدك تفكر بكل شيء، كل شيء. ياما في اشياء ما كان لها علاقه باي شيء، فكل شيء بالنهايه له علاقه بشيء. ما فهمت شيء، شو يعني؟ عجيب، مع انه واضح كل شيء. اللي فهمته انه مصاري عن جد، يعني مصاري كثير. بر الامان ولك عيني الله عيني. بالله انه هاي فرصة عمرنا يا شفيق، وانا رأيي قوي قلبك وانا وراك. لا خلاص، طالما انت وراي على الحبس على طول. ليش ما تحكي هيكي؟ انا بحكي عن جد، قوي قلبك وبتقول نظيرة قالت. بس المشكلة مو هون، المشكلة الكبيرة انه كيف بدك تنجح ونحن ما عنا سابق تجربة بهيك شغلة. من هالناحية لك فكر، انا عندي خطة. خطة؟ خطة شو؟ شوفي، إذا أبو علاء طلب مني أنزل معه وهو ينزل معي بقائمة واحدة، وأنور طلب نفس الشيء، راح أوعد اثنين أني بعطيهم أصوات. مقابل شو؟ هن بقى بيعطوني أصوات من هون ومن هون، وبشوف لي كمان شيء اثنين ثلاثة غيرهم. يا سلام، بنجح بالانتخابات يا نظيرة، بدون دعاية بدون تكلفة. أنا قاعد هيك ببيتي على البارد المستريح مثل هدول تبعات المدعومين. لك اياها، بس يلا معلش مشي الحق. قلت انت مشي الحق. المهم اذا بدك تعملها انا بنشحك بالتزكيه. لك معقوله؟ يعني وجاهه ومصاري وانتخابات وانجح الانتخابات وبرلمان يجي لعندي على البيت ويقول لا؟ معقوله قولك؟
أبي زبط أنا رشي حالي كمان، مو منشان شيء، بس يعني مشان هيك ما ضل حالي بالبيت. نظيرة عيون نظيرة. شوفي أنا بعتقد الانتخابات الجاية حتكون عائلية، بنزل أنا وياكي بقائمة واحدة. أبدي بدي هلق هلق هلق. لا طمنوا، أنا بدي أحكي بأول كلمة برلمانية إلي عن وضع الصحافة، عن الصحفيين والصحفيات، عن رجال الإعلام ونساء الإعلام أيضاً. وبدي أحكي قديش أنتوا جماعة معشركم حلو بصراحة ودمكم خفيف وبتضحكوا من قلبكم للنكتة مثل المسؤولين تبع الدولة تماماً. الملاحظة أستاذ شفيق، لحد الآن أنك ما عملت ولا برنامج خاص فيك ولا حتى أصدرت بيان، ليش؟ ها بالنسبة للبيان تبعي بصراحة أنا خفت الورق اللي بالبلد ما يكفي، لانه انا متعود اصلا احكي دش هيك من القلب للقلب. هاي جديده، مرقت عليكم شيء ما مرقت. هذا بدلنا انه قدام شخصيه جديده بكل المقاييس. شو بتحكي لنا عنها استاذ شفيق؟ عن ما؟ نعم عن زوجتي قصدك؟ انسانه عظيمه ما في مثلها بالدنيا. اكيد اكيد مرتك لها دور كبير معك، وهي فرصه لنسالك عن رايك بالمراه ودورها بالمجتمع. دور المراه بالمجتمع هذا موضوع جديد جدا على الصحافه عندنا بالبلد. شوف أنا برأيي المرأة هي المرأة هي كل شيء بالمجتمع. ليش؟ لأنه وراء كل رجل عظيم امرأة. مشان هيك أنا بنصح الستات يجمعوا حالين ويروحوا ينتخبوا للشفيق مشان يحكي عنكم بالبرلمان. معنا وبكتلتنا. لا هي لسه بكير عليها معلش. بس نحن اتفقنا يا استاذ شفيق ولو؟ لا اتفقنا على النجاح بس. العرض مفتوح قدامك وفي عروض ثانيه بنحكي فيها بعدين. الا اذا مخبي اسرار خاصه. مبروك سيد ابو علاء، مبروك مبروك. مبروك لنا ولك، الزميل شفيق. صاروخ؟ بذاته. اهلا اهلا، يلا عن اذنكم. الله معك. مونا عيني اعرف شو مخبي وكيف قدر يحصل على هالكميه الكبيره من الاصوات مع انه انسان مغمور. انا كنت بدي اسلم عليك من الاول بس شفتك واقف مع ابو علاء وخالد، ان شاء الله ما تكون وعدته بشيء. مثل شو؟ من لما طلعت الصاروخ وكتلتنا فتحت احضانها لك وعم تنتظرك. والله شوف حسب. ها لا لا، ابوابنا اوسع وعلاقاتنا اطيب والاعتماد علينا بكتير كتير مشاريع. وبيني وبينك نحن جهزنا لك احدى اللجان وراح تتم مفاجأة لك. والله شوف مثل ما قالوا لي هذا هو الصاروخ، قلت ما بصير الا بارك له. السلام عليكم. السلام، الله معك الله معك. الى هيك من اولها؟ لا 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 يا زميل، اذا ما استوعبناه بنكون تلاميذ سياسي وحفرنا قبرنا بايدنا. لا أم هشام، بس المثل بيقول إذا جارت بخير أنت بألف خير.
لك ايه انت بتعرفيها للنظيره، بتعرفي علاقتنا مع بعض خوش بوش من الروح للروح. إيه لو ما جبت له الناس لجوزها مشان ينتخبوا لك ما كان مشي الحال. الحلو بالامر انه هي حاملت لي هالجميله. الله يبارك فيكي. ماشي حبيبتي، ماشي، مع السلامه. دوري مع مين بدك تحكي؟ مع مرت ابن عم امي جوزة سفير، بدي يعرفوا انه كمان نحن ما نقلق. الو، مرحبا انتي، كيفك انتي؟ انا كثير منيحه، خالي السفير كيفه؟ الحمد لله الحمد لله. انتي ما باركتوا لنا؟ لا ما جبت ولد، بس جارنا صار نائب. انتي شلون؟ لا مسعود رفيقه من الروح للروح، ومرته كمان رفيقتي من الروح للروح. عنتي اماني اماني، اذا احتجتي اي شيء قبل ما تسافري لعند خالي السفير تخبريني. ماشي عنتي، اوكي باي. اتصلي لي لقلك. شو 37 4 1 4. الو مرحبا نادين، وينك؟ ما حدا عم يسمع صوتي؟ كيفك؟ الحمد لله انا منيحه. لك دريدي جارنا صار نائب. ولك ايه عن جد؟ مع انه انا اللي عملت له الحمله العسكريه. لك لا انتي، انا اللي عملت له الحمله الانتخابيه. ايه والله مثل ما عم قلي. تصوري بابنا بوش باب هون. ايه ونحن وياهم من الروح للروح. دائما نادين ما عم اقول لك هيك، لا تزعلي مني والله مو شوفت حال. انا بعرف لانك بتنبسطينا اذا خبرتك هي خبريه. اي والله اسمعي لاقول لك، خبري كل اللي بيعرفوني وقولي لهم انه جيرانا لسميره صاروا بالنيابه. الله يبارك فيكي. ماشي مع السلامه. هي رفيقتي كانت بالمدرسه معي. يا لطيف شو شايفه حالها، كانت تجي على المدرسة بالسيارة السوداء ومع شوفير. ألو مرحبا ليليان، كيفك ليليان؟ ما عرفتيني؟ ولو أنا إيمان. لا لا أنا ما نسيتك بنوب. شو عم تحكي ليليان؟ عن جد؟ من إمتى هذا الحكي؟ ولو معقول أعرف وما أتصل فيكي؟ طيب ليليان خلص خلص بعدين بحكي معك، مع السلامة. شو القصة؟ أبوها المدعوم. شبو؟ انجلت وراح فيها. يا مسكينة. يا حرام هلأ ما عادت مدعومة. شايفة يا إيمان الدنيا دولاب، بس أنت يلا صبتي مدعومة. لك ما قلتي لي شلون راح فيها؟ لك أكيد بيكون نبشوا لوراقه. يدخيلك أنا وضروري ينجلت، يعني الله يصلحه، ما أنا حرزانة. أخ شفيق أنا حبيت بارك لك واتمنى لك التوفيق بهالمهمة العظيمة اللي أنت فيها. الله يخليك. بس؟ بس يعني ما عندك هيك شي لجنة شي كتلة تعزمني عليها؟ عندي، بس نحن ما بنعزم حدا. ليش حدا عم يعزمها؟ كتار. لذلك أنت حسب أمورك بعدين خبرني. لحظة أخ شفيق، أنا لما عم بارك لك ما عم ساومك، لأني ما بحب ساوي مع حدا. شفيق وينك انت يا رجل؟ قلقني. خد هذا التقرير واقراه قبل الجلسة، وبعدين تعال لحتى نتفق على انتخاب الليجات. تشرف الناجح يرفع ايده هي ونغني فعيدنا وعيده هي ونقول ونقول دايما دايما على طول دايما. ان شاء الله الف مبروك يا مدام سيد نائب. الله يبارك فيك يا رب. ان شاء الله فوتي بلا طلعة يا مدام نائب. نعم قصدي ان شاء الله على طول على طول بلا طلعة. اذا هيك قصدك انت وياها بطمنك، هالمره رضينا المقعد، اما المره الجاي ابرضى اقل من اثنين ان شاء الله ونلحقك انا وايمان. مع اني كتبت اسمي بورقة انتخابات ودحشت ورا اسمه مباشرة، بس ليش ما نجحت ما بعرف. ولك الله لا يعطيك العافية، روحت علينا صوت، اكيد بيكون اعتبروا الورقة ملغية. شو عمل فيك هالليل؟ لا تزعلي النزورة، خلص اللي صار صار، المهم انه نجح وما اثروا الورقتين اللي التغوا. نعم نعم لا تكوني دحشي اسمك انت التانية. انا وكمال شحارة. لك شبك عم نمزح، لا معقولة نعملها؟ ايه معقولة تعملوها، لانه العقل مثل عقل الكون بيعملها اكيد.
بعدين شو هيك عم نمزح معك؟ هاي الايام خلص حبيبتي راحت، من اليوم ورايح بتقولوا يا حرم سيادة النائب. يا حرم سيادة النائب، ما بدك تقولي معي إيمان؟ يا حرم سيادة النائب. أيوه هيك مزبوط، يا حرم سيادة النائب. يلا تشوف، روحوا جيبوا سكيكي وصحو وشوك ومعاليق. حاضر. منين هذا؟ هدول من عند سميرة وإيمان. تعال تقدرني، تعال قعد. شو المناسبة؟ جايين يباركولنا بالنيابة. بالنيابة عن مين؟ شفيق، مو أنت صرت عضو بالبرلمان، نسي؟ آه إيه. قولي بكرسي النيابة، مو بالنيابة. مرحبا سيادة النائب. أهلاً. إن شاء الله ألف 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 مبروك. على فكرة كتير كتير لابق لك الكرسي. بنات من زمان إنه ما في. لا تخجلوني، لبكتوني، خلص خلص خلص. أمرك. الجابتو هاد أنا جايبته. والعصير من عندي أنا. هلق لا تعملوا مثل الجيج البياضة، بتبيض بيضة بتطوش الحارة. حطي الكاسات تشوف. حاضر. افتحي الباب. أنا؟ إيه أنت. يلا. مساء الخير. مساء الخير. الأستاذ السيد النائب شفيق موجود؟ إيه موجود. جابتو؟ مساء الخير يا جماعة. أهلا. ما تأخذوني، الحقيقة أنا ما فيني قاوم الجابتو، وخاصة ببيوت السياسيين. في إلي حديث طويل معك. أنت الأستاذ السيد النائب شفيق مو هيك؟ لك طيب الجاتو منين جايبينه؟ لك كله كله لا تلتقوا فيه، بدكم تتعودوا. خذ هدول الأوراق راهن لبين ما نخلص أكل بعدين بنحكي. مين مرته؟ أكيد أنت مرته، في إلك مستقبل كتير كبير بعد ما نقرأ الأوراق ونحكي. أنت بنته؟ ما شاء الله ما شاء الله، أنت متزوج ومخلف؟ حبيتوا لهالشب، مبين كله نظار. شبعت جاتو؟ لا. ايه كول كول، صحة وهنا إن شاء الله مطرح ما يصير. إيدك! تعال شوف. تعال شوف. مين أنت؟ شو بدك مني؟ بالمختصر أنا ضروري كتير إلك، لأني اشتغلت مع كتير نواب وبعرف أسرار المهنة، وما تسأل قديش بيتقاتلوا علي، بس لأني صاحب مبدأ دائما بختار الشخصية الغامضة. يعني انت جاي تتوظف عندي؟ عفاك، وما بدي منك غير 10% من الدخل. اذا ما فتينا وما غمزنا جاي تقاسمنا؟ وبدك تاخذ 10% من راتبي؟ لا، راتبك لك سياده النائب، انا بدي اخذ 10% من الدخل اللي انا رح ساهم بتحقيقه لك. اول شيء انت ما عندك مكتب، لازم نظبط لك مكتب. روحوا جيبوا لنا طاوله يا نسوان. هاي الصالة صحيح هي ما بتعبي العين، بس أنا بدي أجي على حالي وأعمل لك إياها أحلى مكتب. أول شيء منشيل هاي الكلبة من هون ومنزتها برا، ومنجيب طاولة مكتب فخمة ومنحط وراها كرسي فخم، ومنحط لك هون تليفون، وبعد منه فاكس، بعد بجيب لك كمبيوتر، بعد منفوت على الإنترنت، وهكذا. لك شو بالع راديو؟ لعمة سكوت شي شوي. لسه هلا بيسكت وشوي بيسكت. لا ليكو رح يسكت مشان احكي لي شي كلمة. افقعت مراتي وما كنت تسكت. هوس سكوت ولك على نصتا. إجا دوري أنا بدي أحكي. لعمة. لا دوري أنا. لا لا دوريك ولا دورة ولا دورو. دوري بس خلص. ليه شو هاد الدكتور اللي بده يجيب لهم اياه؟ شو بيعرفني؟ يا خوفي بس يروح علينا الجاتو اللي أخذنا لهم اياه وما نستفيد بشي. لك أنا مالي زعلانة على الجاتو، أنا خايفة على الجيرة والصداقة والمحبة اللي بيناتنا هيك تروح ببلاش. على كل لساتهم مثل العديم اللي وقع بسلة التين، بنصبر فترة ومنشوف. مظبوط، بس انا ما اقتنعت. لب نحن شو خسرانين؟ الرجال جاي وجاي براتبه معه وفوق مرباح. وشو عندنا هالحكي؟ منجربه منشوف. عمي انا هاي العالم ما برتاح له، بحسها جاي تنصب ونسمسر وبس. مو بس جاي تسمسر، جاي تلقلق كمان. ها معناتها بتعرفوا هيك وبدك اياه نشغله عم يصير. لك هاي الناس اللي قالوها يا نظيره بتجيب لك معلومات ما بتتوقعيها. مظبوط، وبتاخذ معلومات قد تتوقعها. لك هو لانه نحن عارفينه وكاشفينه وكاشفين طبقته ما ماشي على كيفنا وناخذ منه اللي بدنا اياه. والله في وجهه نظرها، بس بشرط واحد انه انا بمشيه شمال يمين على كيفه، يعني بديره بالطريقه اللي بلاقيها مناسبه مشان ضل حكمته. على اساس اذا ما حطيتي هالشرط ما رح تتصرفي هيك يعني. شو قصدك؟ لا ما في شيء، بس عم اتوقع له اذا بده يصير بين ايديك يا نظيره يا بيترك الشغل يا بيستقيل مشان يضمن مستقبله. بتعرف بيجوز اصلحه وخليه نافع للعالم مو بس لنا.
مرحبا. اهلا تفضل. انا جبت لكم هذا الكرسي. بحطكم يا عيني، واذا سقط السيد النائب بالدوره الجايه برجع لي اياه. منيح يلا بحطه. شو هاد؟ محمد شو هاد؟ لك شبه؟ محمد شو هاد؟ شو هالشرشحه؟ ليش هذا الشرشح؟ لا تاخذوا تعطي كثير. ها هاي الطاولة في غيرها، بعدين شو بتطلع فيها عملي؟ هاي بوقار هيك غير شكل. وقار؟ ايه؟ السيد النائب بده يقابل وفود وسياسيين ومراجعين وصحفيين على طاولة وشرشحة وشرشحة مثل هاد، بعدين حطيتي لي الإعلام بهي؟ ليش على هالطاولة هيك؟ لا تخليني اغلبها فوق راسك، احكي عقدك أحسن لك. ها أحسن مفصلك من الشغل. على مهلك على الكرسي، على مهلك، عيركن يا عيلة. لك قرب فيك بهالكرسي. عندك طاولة؟ منلاقي. كثير منيح، كثير عالي. جلس الطاولة تشوف. جلسة. حاضر. على هون تشوف. فهمنا شو لعبتك وشو ما ترسم لوين ما تخطيت. يا مدام حكينا كل شيء قدامك مع السيد النائب. مزبوط، بس في شيء لسه ما حكيته. يا مدام ما في سر. أنا فينك تعتبريني مفتاح. شو هاي؟ مفتاح. مو كل قفل بده مفتاح. لا يفتح؟ ولك أمجاد مفتاح؟ يعني هي ما خطرت لي. ها يعني حكي ووضح أحسن لك. أوضح من هيك؟ الدنيا كلها بتعرف شو قيمة المفتاح، ولا بدك تفهميني إنه ما مرق معك حدا إله شغلة بشي دائرة وما كانت تنحل إلا لحتى سأل وشاف ودفع لمفتاح السيد المدير؟ تعرف تغلي قهوة ولك مفتاح؟ بعرف. المطبخ هونيك، بتروح بتغلي قهوة وبترجع تفهمني كم قفل فيك تفتح. يا مدام بس هذا مو شغلي أنا. مفتاح، فتح عقلك معي واعرف بإيد مين صرت. مشي على المطبخ غلي القهوة أو خد كرسيتك وافتح الباب واطلع. حاضر. بالنسبة إلي لجنة الاستيراد والتصدير من نصيبي. أنا مقترح اسمك عضو مقرر فيها ونائب رئيس اللجنة. على فكرة قبل ما أنسى، هذا مبلغ تبرع من شركة باي يوني باي للمؤسسة الخيرية اللي بدك تأسسها. شرف. خير إن شاء الله، بس بكير عليه شوي. لك كيف بكير؟ هيدا بتلج وبان المرج. في جماعة جايين هلا وقلن طلب عندها، بدي شوف إذا رح تخدمهم كرمال خاطري. إذا في مكسب بتمشي، بس بدك تشوفي إذا من هالمكسب بتفيدك ولا بتشفته كله. لا 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 حبيبتي، صدقيني أنا أشطر منها. بعدين اللي بدها تاخده هي غير اللي بدي أخده أنا. وأنا؟ بعدين نحكي. وأهم لجنة هي لجنتي، لجنة الخدمات العامة. تفضل شريف شريف. وأول واحد مقترح اسمه لينوب عني ويكون عضو مقرر هو أنت. بالمناسبة هذا شيك من شركة خليا ويكو، مساهمة صغيرة لهيئة دعم التعليم المهني اللي بدك تأسسها. كله تعليم إن شاء الله، بس بكير شوي. مو مشكلة يا سيدي، أنا داعيك إلى حفلة كوكتيل أنت والمدام. أصحك تقلي لا، لأني داعي عدد من الأصدقاء والزملاء. إيه؟ هاي مو بكير عليها. ماشي.